لا يمكن تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولا يمكن أن تكون المساعدات ورقة مساومة. لذا اتخذ القرار في أروقة الإدارة الأمريكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ميناء عائم قبالة شواطئ غزة سيكون قادرا على استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والدواء والملاجئ المؤقتة. خطوة ليست بجديدة الطرح، لكن قرار تنفيذها وآلية التنفيذ باتت في واجهة الحدث بعد أن بلغت المجاعة ذروتها في القطاع. فهل ينجح بايدن عبر هذا الميناء في حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يرزح تحتها القطاع؟ وهل يكشف الميناء عمق الخلاف مع نتنياهو الذي يغلق المعابر ويمنع مرور المساعدات؟ للوقوف على طبيعة وآلية هذا الميناء الذي تعتزم واشنطن إقامته على سواحل شمال غزة، كشف المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر بأن بناءه سيستغرق قرابة 60 يوما، يهدف إلى إيصال نحو 1 مليون وجبة إلى سكان غزة يوميا. وأضاف أن أكثر من 1000 جندي أمريكي سيشاركون في تركيب المرفأ العائم من دون وجود قوات على الأرض في غزة. يأتي ذلك بينما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الميناء سيصل طوله إلى 1800 قدم، كما نقلت عن البنتاغون قوله إن سفنا أصغر ستتولى مهمة نقل المساعدات التي تصل الرصيف عبر الممر البحري من قبرص وتنقلها إلى جسر عائم متصل بشاطئ غزة. ينضم إلينا من الناصرة محرر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس جاك خوري بعد قليل، ومعنا الآن من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. أهلا وسهلا بك دائما معنا أستاذ إيهاب. يعني بعد إسقاط مساعدات إنسانية عبر الجو من الجانب الأمريكي في خطوة قرأها محللون بأنها تكشف الخلاف بين نتنياهو وبايدن، جاء اليوم الإعلان عن هذا الميناء لأيضا يوضع بنفس النطاق. ما رأيك بداية؟ نعم، أهلا بحضرتك أستاذة كارولينا، وأهلا بكل المشاهدين. طبعا على المستوى الإنساني هي خطوة جيدة لإدارة جو بايدن أن يكون هناك تعامل من خلال البحر وإدخال هذا الكم من المساعدات، لأنه المطلوب اليوم هو إعانة هؤلاء المنكوبين في غزة بسبب هذه الحرب إعانة عاجلة وسريعة. حتى لو كانت الإدارة الأمريكية يعني للأسف الشديد تشارك فيما يحدث لهم بتمويل إسرائيل بهذا كم كبير طبعا من الأسلحة والوقوف أمام قرارات مجلس الأمن التي هناك كانت محاولات لاستصدارها لوقف إطلاق النار، إلا أنه في نهاية المطاف يجب عليهم أن يأكلوا ويشربوا ويبقوا على قيد الحياة على أقل تقدير. فإذا خطوة الميناء هي خطوة جيدة على مستوى الفكرة. على مستوى التنفيذ ربما يكون هناك يعني شق جيد بتفرعاته وشق آخر عليه تساؤلات بتفرعاته أيضا. يعني فكرة إدخال المساعدات يعني وصول الشحنات إلى هذا الميناء أفكار كلها جيدة ومدروسة بدقة تبدو، لكن إدخال المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة أعتقد ستكون محفوفة بالمخاطر. سيكون هناك تعامل ربما بشكل ما هو أعلن حتى اليوم أو يتم التفكير فيه غير منطقي. يعني سمعنا أن الحكومة الإسرائيلية تفكر ربما بتسليح بعض المواطنين في غزة لحماية هذه الشحنات من أن تتعرض للنهب والسرقة، وهذا ربما يفتح باب للاشتباك بين الفلسطينيين بعضهم وبعض. وكيف من سيكون مسؤول عن التوزيع؟ هل سيكون المسؤول عن التوزيع هي منظمات إنسانية ما زالت لها موطئ قدم داخل قطاع غزة تعمل هناك، ومن الذي سيتعاون معها ومن الذي سيسهل لها الأمور؟ هل هي إسرائيل أم الولايات المتحدة التي أعلنت أنه لن يكون لديها جنود أمريكيين على الأرض داخل قطاع غزة؟ رئيس بايدن قال الإسرائيليين هم من سيتولون هذا الموضوع. صحيح. وهنا أيضا هذا لديه أيضا سؤال كبير، يعني كيف سيكون الإسرائيليون يضربون ويقتلون بيد وباليد الأخرى يقدمون المساعدات؟ ستكون أيضا
أمور محفوفة بالمخاطر التنفيذية على أرض الواقع يعني. حتى موضوع تسليح الفصائل أيضا كان هناك علامات استفهام، لأنه طرح هذا الموضوع فيما يتعلق باليوم التالي وتم رفضه من قبل العشائر، ولكن سأعود إلى هذا الموضوع. ولكن أرحب، أصبح معنا الأستاذ جاك خوري المحرر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس، أهلا بك. ولكن أود أن أخذ رأيك سريعا أستاذ إيهاب حول إن كان الإعلان عن هذا الموضوع وحتى تنفيذه لاحقا يكشف خلاف عميق أكثر بين بايدن ونتنياهو. هو طبعا الخلاف والخلاف العميق موجود بكل تأكيد، لا مجال للشك في هذا الإطار، والدلائل كثيرة طبعا على ذلك الأمر، آخرها طبعا زيارة بيني جانس بدعوة من الولايات المتحدة بدون رغبة بنيامين نتنياهو. لكن في فكرة الميناء نفسها هناك تعاون أمريكي إسرائيلي، وهذا ما تم الإعلان عنه يعني. وأعتقد أن هذا التعاون الإدارة الأمريكية مجبرة عليه، ونتنياهو أيضا مجبر عليه يعني. هو يجب أن يقدم بعض التنازلات في النواحي الإنسانية على أقل تقدير، مع استمرار ضغطه العسكري الذي يريد أن يبقيه كما هو، وإعلان جو بايدن أن الهدنة لن تكون موجودة قبل رمضان. فإذا نتنياهو نجح في هذا التكتيك، أنه استمر في أو سيستمر في عملياته العسكرية حتى ربما وقت رمضان أو أثناء رمضان، ولكن في نفس التوقيت أعطى باليمين فكرة المساعدات وفتح ممرا بحريا لإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بتوزيع هذا القدر الكبير من الأغذية يوميا، وهذا ما سنشاهده كيف يتحقق في الفترة القادمة. أستاذ جاك، اليوم كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ تابعنا ترحيب من الجانب الإسرائيلي لهذا الممر البحري، هل تقرأه من ناحية تعاون أمريكي إسرائيلي أم أيضا بسبب الخلافات كان لابد للإدارة الأمريكية من اتخاذ خطوات على الأرض بعدما وصلت كل المناشدات من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي بزيادة عدد المساعدات التي تدخل إلى القطاع إلى حائط مسدود؟ تحياتي لك وللمشاهدين والأستاذ إيهاب. أولا أعتقد أن هذا القرار وإن كان بغلافه الخارجي يبدو وكأنه تجاوب مع نداء الاستغاثة الذي يأتي من غزة على مستوى المدنيين طبعا الذين باتوا يعانون من الجوع، وهذا أمر غير مسبوق. أعتقد أنه هذا أعتقد معيب، لا أستخدم عبارة أخرى، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. بمعنى، هل المجتمع الدولي بما في ذلك زعيمة العالم الحر الولايات المتحدة غير قادرة على فرض واقع ميداني يرتبط بالمعابر البرية مع قطاع غزة، إذا كان من معبر رفح وإذا كان من معابر أخرى في إسرائيل، وبالتالي تبحث الآن عن ميناء عائم قبالة شواطئ غزة؟ الجميع يعلم أن لوجستيا حتى يتم بناء هذا الميناء وهو رصيف سيكون مائي من خلال بعض السفن لربما بحاجة إلى وقت، بمعنى هنالك حاجة لأسابيع، قد يحتاج هذا الأمر لشهر وأكثر، بمعنى دخول شهر رمضان المبارك وبدون مساعدات للمواطنين في غزة وتحديدا في منطقة الشمال. وبالتالي من يعتبر أن هذه الخطوة قد تكون جزء من عجلة إنقاذ للمواطنين في غزة، أعتقد أيضا هي وصمة عار على جبين كل من يدعي أنه يستطيع أن يساعد في هذه المرحلة. يعني حتى المباركة التي تأتي من إسرائيل ومن جهات أخرى بدأوا يتساءلون الآن في موضوع كيف سنراقب هذه المساعدات وما الذي سيدخل. أعتقد الولايات المتحدة لديها القدرة وقيادة الضغط من أجل إدخال المساعدات، إذا لم يكن هذا في معابر مع إسرائيل بشكل مباشر فمن خلال تأمين قوافل لها من خلال معبر رفح البري. يعني أنا أسأل سؤال بسيط، إذا دخلت شاحنات أمريكية أو عليها أعلام أمريكية من معبر رفح من خلال مطار العريش، على الأقل من خلال
معلوماتنا مع العديد من الأصدقاء في غزة أن هنالك أطنان من المساعدات تنتظر في الجانب المصري لمعبر رفح، وتنتظر أيضا في مطار العريش وفي مناطق أخرى. ما الذي يمنع دخول مثلا شاحنات عليها العلم الأمريكي بعد خضوعها للمراقبة وتدخل لقطاع غزة وتمر أيضا عبر منطقة وادي غزة بمفهوم أن لا يتم إيقافها من خلال أرتال الجيش الإسرائيلي؟ وبالتالي يعني هنالك محاولة الآن كما يبدو لبايدن أن يظهر وجه آخر بفعل الضغوط التي تمارس عليه داخل الحزب الديمقراطي من جهة، وكما يبدو قلقه بالنسبة للانتخابات وإن كانت الانتخابات بعيدة نسبيا، ولكن أعتقد إذا كانت هذه الخطوة ضرورية فهي يجب أن تكون خطوة كاملة وليس خطوة أساسية. ما الذي سيضمن الآن دخول المساعدات خلال الأسابيع القليلة القادمة؟ كيف سيتم تنظيم هذا لحين عمليا ترتيب أمور بناء هذا الرصيف في البحر قبالة شواطئ غزة؟ طيب أستاذ إيهاب عباس، أستاذ إيهاب أود أن أسألك عن ما ذكره الزميل نضال، هو كان هذا بمثابة إملاء لا طلب. نتنياهو وجد نفسه داخل الكابينات مقيد، لا يمكنه قول لا. إلى أي مدى عمليا هذا يعكس أنه يمكن أن ينسحب على مواضيع أخرى، أم أنه ألا يعلم نتنياهو بأنها لن تكون الآن مكلفة؟ لأنه بطبيعة الرجل يعني يتماهى ويتباهى بأنه يقول للأمريكيين لا. صحيح، هو لديه هدف لم يحقق منه شيء بعد، وهو القضاء على حماس. أعتقد هذا هو الهدف الرئيس، يعني هدف تحرير الرهائن ربما أعتقد من وجهة نظري أنه بات ثانويا أمام هدف القضاء على حماس. لكن وهو هذا قال هدف ذلك مشترك مع الأمريكيين. صحيح، وذكر ذلك جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد، قال أن حماس إرهابية وأنه يجب على إسرائيل القضاء على حماس، وقال كل ذلك. ونتنياهو لم يحقق هذا الهدف. أي معوقات تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل في تحقيق هذا الهدف سيفهم على أنه خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي، وهذا لن تسمح به دوائر الضغوط الإسرائيلية واللوبي الصهيوني والإسرائيلي واليهودي داخل الولايات المتحدة، كما تعلم حضرتك أستاذة كارولينا، في هذه السنة الانتخابية تحديدا. لذلك من الممكن أن نقول أن صحيح هناك يعني اختلافات في وجهات النظر، لكن أنا أضعها ما زالت في إطار المطالب وليس إطار الإملاءات. إدارة جو بايدن أضعف بكثير من أن تملي على نتنياهو أي شيء من الأشياء، وإلا كانت أملت عليه وقفا مؤقتا لإطلاق النار، كانت أملت عليه إدخال المساعدات بسهولة، كانت اعترضت على يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن بقرارات إحداث هدنة حتى على أقل تقدير، يعني وقفت أمام كل شيء وتقدم الدعم اللامتناهي كما أعلنت منذ اليوم الأول من هذه الحرب. وهناك محاولة اعتماد ميزانية 14 مليار دولار كما لو كانت إسرائيل تحارب دولة كبرى أخرى وليس تحارب جماعات مسلحة في قطاع محدود المساحة. فيصدر لنا وجه من العملة يبدو أنه إنسانيا ومتعاطفا وإلى آخره، لكن الوجه الحقيقي يقف تماما خلف رغبات بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في تحقيق الأهداف، لأنه الفشل في تحقيق الأهداف يعني فشل جو بايدن نفسه وإدارته من خلف إسرائيل. طيب سأعود لأتوسع بهذه النقاط أكثر، ولكن أود أيضا أن أنقل للأستاذ جاك ما ذكره محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية عندما قال وأشار إلى مقابلة كامالا هاريس عندما قالت نميز بين الشعب الإسرائيلي وبين الجيش. هل في الداخل الإسرائيلي اليوم تلمس بأنه هناك أو يلمس هذا التغير بالمفردات التي تستخدم من قبل الإدارة الأمريكية وهذا الإصرار أقله في موضوع المساعدات، وحتى إذا ما تحدثنا عن اللغط الذي كان متعلق بالتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان؟ يعني يجب أن نقول أولا جزئية مهمة، أن الرأي العام في إسرائيل حتى الآن الرأي العام ما يسمى بالمينستريم، الرأي العام الذي يهم الجميع على مستوى حتى الأحزاب والحركات السياسية في إسرائيل ما زال داعم لاستمرار هذه الحرب، بمعنى طالما هنالك رهائن ومحتجزين في قطاع غزة لا أحد يطالب بوقف الحرب بشكل فوري. هنالك نقاش على آليات الحرب وعلى الرؤية الاستراتيجية للحكومة، بمعنى
هنالك دعم كامل للجيش الإسرائيلي ولمؤسساته وأيضا للأجهزة الأمنية، ولكن الخلاف الذي يبرز أن للحكومة الحالية وتحديدا حكومة طبعا نتنياهو ممثلة بنتنياهو بشكل شخصي وأيضا من معه من أطراف في ائتلافه خاصة من اليمين المتطرف، لا يقدمون شيء بالنسبة لليوم التالي. ما هي المرحلة القادمة؟ هل هنالك رؤية سياسية؟ وبالتالي بدأنا نسمع أكثر أصوات على مستوى جنرالات سابقين الذين يتحدثون بهذا الأمر بشكل واضح. طبعا هنالك جزئية الواقع الإنساني في قطاع غزة، وعلى هذا حتى البعض يعني يدعم موضوع الجوع وآليات الضغط التي تمارس الآن، باعتبار أن هنالك من يعتقد أن هذا سيشكل أكثر ضغط على قيادة الحركة التي تفاوض إذا كان في الدوحة وإذا كان في القاهرة، وهنالك من يتحدث عن خطورة البعد الإنساني، بمعنى هذا التحرك الدولي الذي لمسناه أيضا في الأيام الأخيرة حتى على مستوى التصريحات، على مستوى الإنزالات الجوية، على مستوى تصريح الرئيس بايدن، أن هذا بات يشكل ضغط أيضا على ضرورة إنهاء المناورة العسكرية في غزة في مرحلة ما، وبالتالي الوقت الذي منح بشكل غير محدود لإسرائيل في بداية الحرب بدأ يتراجع الآن، وضرورة إنهاء هذه الحرب خلال يعني فترة وجيزة. وعليه أعتقد لمسنا موضوع وضع شهر رمضان المبارك كأنه خط فاصل في محاولة للتوصل إلى اتفاق. الكل يدرك أن هذا لن يحدث خلال 24 ساعة أو 48 ساعة. أعتقد أن هنالك جزئية مهمة لا نستطيع أن نتجاهلها، أن كل الأطراف تريد أن ندخل في شهر رمضان المبارك. كيف سيكون رد الفعل على مستوى الشارع الفلسطيني إذا كان في الضفة الغربية وإذا كان في القدس الشرقية بشكل خاص؟ إذا كانت الأمور هادئة في القدس وفي الضفة الغربية، فعندها تعتبر إسرائيل بقراءتها الاستراتيجية أن حماس فقدت أيضا رافعة من رافعات الضغط بالنسبة لها، وإذا حصل العكس وتطورت الأمور ميدانيا في القدس وفي الضفة الغربية فهذا قد يكون وسيلة ضغط أخرى على المفاوضين، بمعنى الميدان هو الذي سيحكم في هذه الحالة. المشكلة بالنسبة للميدان وتحديدا في غزة هو واقع الجوع، واقع النقص الحاد في كل شيء، وبالتالي أعتقد نحن في سباق يدفع ثمنه في نهاية المطاف المواطن الفلسطيني في غزة. هنالك ضغوط تمارس، ولابد وأن نقول بشكل واضح أن هنالك حسابات سياسية لدى كل الأطراف. الأستاذ إيهاب تحدث عن حسابات سياسية لبايدن، في لنتنياهو حسابات سياسية، ولكل الأطراف سياسية داخلية. دعني أشير هنا أيضا إلى الموقف الذي سجلته بريطانيا، وهو موقف يتوافق مع النهج الأمريكي، حيث قال وزير خارجيتها ديفيد كاميرون بأن بناء ميناء مؤقت في غزة سيستغرق وقتا، وجدد دعوة لإسرائيل لفتح ميناء أسدود للمساعدات. كاميرون قال إن بلاده وشركائها إلى جانب الولايات المتحدة سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، كما أكد أن بريطانيا تواصل باستمرار حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها. كنا طرحنا تساؤلا في ملف اليوم، مفاده هل يكشف مشروع ميناء غزة عمق الخلاف بين بايدن ونتنياهو؟ جاءت الإجابات على النحو التالي: 72% صوتوا بلا، لا يسهم في ذلك وفي كشف الخلاف بين بايدن ونتنياهو، بينما صوت 28 بنعم. أستاذ إيهاب، يعني متابعي سكاي نيوز عربية ربما يتفقون معك في هذه القراءة بأنه 28 فقط بالمئة قالوا أنه يظهر خلاف بين بايدن ونتنياهو، هل من يراهن على مثل هذا الخلاف رهانه بغير محله، خاصة وأنه هناك كان العديد من المحطات حتى الزمنية كما أشار أستاذ جاك تبدلت، يعني كان الرئيس بايدن يتحدث عن نهاية للأعمال في ديسمبر للأعمال القتالية باختصار أستاذ إيهاب؟ لا طبعا، هو انا يعني هؤلاء الذين قالوا ان ذلك لا يعبر عن وجود خلاف صحيح يتفقون معي، ومن قالوا انه يعبر عن وجود خلاف ايضا لديهم وجهة نظر انه هذا ما تصدره بالفعل الإدارة الأمريكية وتحاول ان نصدقه من طرفها، لكن الامور تميل اكثر طبعا ناحية انه لا خلاف بكل المعطيات التي ذكرتها لحضرتك، واستمرارية الحرب حتى اللحظة، فشل إسرائيل يعني فشل في القضاء على حماس تحديدا يعني فشل إدارة جو بايدن. طيب أستاذ جاك، أيضا تعليق سريع منك، وأهل برأيك أيضا القبول بالممر أتى على حساب هدنة مؤقتة يمكن توصل إليها قريبا؟
لا أعتقد ذلك، أعتقد موضوع الممر، وهنا السؤال الذي يعني لابد وأن تكون عليه إجابة حتى على مستوى الجهات الرسمية، متى سيبدأ هذا الممر بالعمل بشكل عملي؟ الإعلان الآن عن ممر هو إعلان، ولكن هل في البحر بدأ تحرك مثلا من قبل البحرية الأمريكية أو من قبل جهات أخرى؟ متى سيكون جاهز هذا الممر لتحويل المساعدات؟ لأنه إذا بدأ تحويل المساعدات خلال أيام مثلا، هذا يمكن أن يساهم مثلا في إطالة فترة الحرب من جهة حول بالنسبة لإسرائيل، وحتى بالنسبة لمعبر وبالنسبة لمنطقة رفح، وفي المقابل أيضا بالنسبة لحركة حماس. وبالتالي مسألة الميدان، وهنا في هذه الحالة يمكن أن نقول البحر، هو الذي سيحدد وقائع الحدث، لأنه طالما هنالك ضغط يمارس على كل الأطراف الآن، إذا كان سياسيا وعسكريا وأيضا بالبعد الإنساني، فلا أحد يملك الإجابة الواضحة. موضوع المناورة العسكرية في رفح قد يكون متغير أساسي خلال الأيام القريبة القادمة. موضوع الممر البحري ومتى سيفعل بشكل عملي سيكون أيضا متغير. وبالتالي طالما لا توجد إجابة واضحة في هذا الموضوع، نحن في هذه الدائرة التي تنشغل الآن، وهذا مهم، في إدارة المشهد، وهو خطير جدا، وإيصال المساعدات، ولكن لا أحد يملك القراءة السياسية الواضحة حول اليوم التالي. وأعتقد هذا الذي يعني يثير القلق وبشكل كبير على مستوى على كل المستويات. لا الإدارة الأمريكية تملك رؤية، ولا حكومة إسرائيل، وحتى فلسطينيا لا نعلم كيف سيتم يعني قراءة هذا الموضوع. يتحدثون في الإطار العام حول اليوم التالي، ولكن لا أحد يملك خطة عملية واضحة المعالم في هذا المسار. أود أن أخذ تعليق أيضا منك أستاذ إيهاب حول هذا الموضوع، فيما يتعلق بأنه طيب اليوم بما أنه الضغط هو الموضوع الإنساني، في حال بدأنا نرى مساعدات بكميات أكثر، هل إلى أي مدى يريح ذلك بنيامين نتنياهو وحكومته؟ لأن البعض اعتبر بأنه حل جزئي لهذا الموضوع لن يثني أو يغني إسرائيل عن رفح، هناك تصميم للدخول، حتى أيضا البعض ربطوا بمقاله بالأمس خلال اتصال هاتفي وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره بلينكين، لأنه قال أنه هذا الموضوع يأتي مكملا للممر البري الأساسي. أنا أعتقد أن إسرائيل ذاهبة إلى رفح، يعني كل المعطيات تشير إلى ذلك. نتنياهو سيدخل رفح مهما كلفه الأمر، حتى لو كان هناك خلاف علني مع بايدن مباشرة، هو سيدخل رفح، هو يريد أن يحقق هذا الهدف. الفشل في تحقيق هذا الهدف والقضاء على ما تبقى من الفصائل الفلسطينية الموجودة في رفح سيعني فشل نتنياهو، وسيعني محاكمة نتنياهو أكثر بكثير مما لو كان يحاكم وهو منتصر، أو على أقل تقدير قد قضى على حماس والفصائل. فهذا هدف حياة أو موت بالنسبة لبنيامين نتنياهو. كل المحاولات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية اليوم من إدخال المساعدات وخلافه ربما تعطل نوعا ما مثل هذا الهدف. ولكن في نفس التوقيت هناك نقطة مهمة جدا أيضا، أنه إدخال المساعدات لقطاع غزة أنا متأكد أنها تأتي بعكس رغبة طبعا بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب، لأنها ولو ببصيص من الأمل ستعطي نوع من الحياة للفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة. يعني من الممكن أن يكون لها لديها وصول إلى هذه المساعدات، تستفيد من المعونات الغذائية، وللصمود أكثر في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية. وهذا أيضا سيؤدي إلى امتعاض كبير لدى بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب. فأنا أعتقد الأمور ذاهبة برغم ما نشاهده من مساعدة إلى أنها ذاهبة إلى أمور أكثر تأزما خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا لكما، من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، ومن الناصر محرر الشؤون العربية في صحيفة هآرت جاك خوري، شكرا جزيلا لكما.